بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخت العزيزة صار له شهرين ما يحكي وما يسمح وما يحكي، وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى وميزة القرآن الكريم هسه نعالج جنيد كل الناس يرجع إلى كتاب الله والقرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس لا تبعدوا عن الكتاب والسنة، هذا القرآن يشفي مرضانا ويرحم موتانا إن شاء الله رب العالمين، والقرآن يشفيكم إن شاء الله. قال تعالى في الكتاب الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أنا كناس أنا فراش ما أقدر أشفي أحد، ولكن رب العالمين يشفيكم. كفى احترام الله، احترم هذا القرآن رب العالمين. نتقي هذا الأخ العزيز الكردي كاكا تشاوني خالك جندري توفزا أبا تيتوا يقول هذا هي أختي شنق سناكا يقول صار لها شهرين ما يحكي وما يسمع سناكا ما يحكي ما يتكلم. حسا بإذن الله واعود الأطباء والشيوخ سادات ما طاب زورة الشيخ سيدان إلى زينبو والله. يقول واعود رح الأطباء والشيوخ سادات رب العالمين ما جاب شفاء لها حسا إن شاء الله بإذن الله. صعب هذا الكلام نقول هسا يحكي صعب علينا، ولكن يبقى رب العالمين كل شيء مصعب كل شيء بسيط. وإذا مرضت فهو يشفيني يفتح فمك وننزل هذا القرآن. شو قيشي أنا كناز أنا فرج أحد لا يحترمني، احترم القرآن ارجع إلى كتاب الله. صار شهرين ما يحكي وما يسمع هسا بإذن الله تعالى يشفي. أودوها يبا ناقي بقسناك إن شاء الله هستقسلك وننزل من القرآن ما هو شفاء. بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قول كلكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو هذا هو معجزة القرآن؟ شهادة من يديكم شهادة من يديكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. هستوى يلا شهادة بري كعب من راوستا يلا بسم الله. قل يا الله بري الله بري الله يا الله. هستوى أو تسمع عفتي أقصد أكا استوى قصيكر كاكا أخ كزالتوا يقول أختي صاروا شهرين ما يعيش. هسا شوف شفتوا بعيونكم يعيشي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أتشد بيجي استوى نوكات شاوية والله نوكات شاوية الحمد لله شكرا بك سيد بكرا نوكات شاوية والله يا با هارجان هارجين يقول هذا هركي من عشيرة هركي هارجي شان دقصة هارجان هارجان بجيت قصة نوكات الحمد لله نوكات قصة يقول سال شهر ما يعشي وهذا معجزة القرآن حتى وهذا هو معجزة القرآن وركنا وسلم أستاذ مثل هذا الأستاذ سبحان ولينا بابا استاذ هذا يبكي عن عظمه القران استاذ انت شو تقول؟ نعم بالله ونعم بالله. شوف هسه جيت جاي هنا صار شهر ما يحكي هذا فضل من الله. انت شو بعيونك؟ هذا فضل من الله نعم من الله. استاذ عرفت هذا القران معجزه؟ نعم ونعم بالله. نعم بالله. كل زين اختي العزيزه يا اخو اختي العزيزه عرفت هذا القران معجزه؟ معجزه. وهذا الاخت هم يبكي على عظمه القران العظيم كاكت كردي. زين القران معجزه؟ طيب. بتاعي غديد هذا صار شهر ما يحكي هسه حكى هذا خشي من شو هذا كلهم يمشون على عظمه القران الكريم وهذا هو معجزه القران والسلام عليكم.